كوارث مرور ميليشيا الحوثي وصالح في أحياء مدينة تعز لا تنتهي. كلما اجتزنا شارعاً أو منشأة تكشفت أمامنا كوارث أكبر من سابقتها، والضحية فيها غالباً الإنسان بتاريخه وحاضره ومستقبله. تعد جامعة تعز أكبر مؤسسة علمية وبحثية في مدينة تعز، لذا أعدت وفق آلية تتناسق مع الكم الوافر من الطلبة الدارسين في أروقتها من حيث التجهيزات الفنية والبنى التحتية، إذ توفرت المناخات الملائمة لاكتساب العلوم والمعارف بكل سهولة ويسر، حتى غدت مخرجاتها في كل المجالات والتخصصات تغطي أغلب مناحي الحياة. لم تتوقف يوما عن تأدية مهامها إلا حين قدمت ميليشيا صالح والحوثي بكل قواتها واحتلت مبانيها في كل من منطقة حبيل سلمان غربي المدينة، وصولا إلى كلية الآداب في منطقة العرضي، وحتى مبنى كلية الطب ورئاسة الجامعة جوار القصر الجمهوري شرقي المدينة. الجامعة باعتبارها المؤسسة الكبرى داخل المحافظة فقد تعرضت للتوقف، إلا أن خاصة بعد العمليات العسكرية سواء في مواقع الجامعة اللي وقع في خط التماس أمام القصر الجمهوري أو في الحرم الجامعي في حبيل سلمان، و كان يفترض أن تظل المؤسسة التعليمية بعيدة عن منأى الصراع، لكن للأسف الشديد فقد تم اقتحام الجامعة، ونتج عن ذلك أن تعرضت الجامعة للكثير من الأضرار، لأنها التي تنور الطلاب بالعلوم والتي تكشف مشروع الميليشيا الهادف إلى الظلام وإلى قتل وطيار العلم. أغلب مرافق الجامعة نالت نصيباً وافراً من التدمير والعبث الممنهج مارسته الميليشيا أثناء تواجدها، وتركز بشكل أكبر على مبنى كلية الآداب الواقعة في حي العرضي، وسعت في بادئ الأمر إلى تحويل الكلية لثكنة عسكرية من خلالها أدارت عملياتها القتالية في مختلف الجبهات، إضافة إلى جعلها مركز حماية لتواجد عناصرها في عدد من مؤسسات الدولة حيث تحيط بها من كل الاتجاهات، كمقر إدارة أمن المحافظة والمتحف الوطني وفرع البنك المركزي وقيادة المحور العسكري والشرطة العسكرية. كانوا يعني قد استبدلوا أفراد الآن بأفراد آخرين قدوم يعني جاهزين، عمل عملية انقلاب أبيض، اللهم أزاحوا الناس اللي مشوهم وركزوا على أصحابهم اللي هم لهم الولاءات عندهم. موقع كلية الآداب موقع حساس جدا للغاية، فمن ثم تأثرت بالأحداث التي التي كانت بالمربع الأمني نفسه، وبالذات كونها ملاصقة لكلية من، وبالذات كونها ملاصقة لإدارة الأمن، هذا ما شكل على كلية الآداب الخطر المحدق بها. استخدمونا كمخازن سرية لهم، واعتقد انه يعني كانت تعتبر كسكنة مخفية، حيث انه كانت احيانا المقاومة تحاول تضرب إدارة الأمن بينما انقذهم منزاحين الى كلية الآداب. كلية الآداب هذا الصرح العلمي الكبير كغيره من هذا الصرح العلمي الكبير الذي حولته الميليشيا الى سكنة عسكرية تابعة لها،
أثناء محاولتها السيطرة على تعز. كانت هدفا، لذلك لم تأخذ أي كلية ولم تدمر أي كلية إلا كلية الآداب فقط. كما قلت لك كان الموقع سببا، وأيضا كانت الكلية باعتبارها واجهة علمية وثقافية وتنويرية كانت مستهدفة بشكل مباشر وليس بشكل من وليس بشكل ضمني بل بشكل مباشر، لأنها كانت تعد منارة العلم. هذه الخطوة الميليشياوية أحدثت شرخا في قاعدة العملية التعليمية في المدينة، لا سيما بعد حظرها للجميع طلابا وإداريين أساتذة وأكاديميين من الدخول إلى مبنى الكلية، لتتوقف إثر ذلك عن تأدية مهامها لأول مرة في تاريخها الممتد إلى النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، وكثاني كلية أنشئت بعد كلية التربية. إحنا كنا ممنوعين من المرور حتى بجنب المنطقة، إنما كنا نلاحظ يعني خروج ودخول يعني بأعداد متفاوتة من الأخوة المحتلين الجدد على ما يقول. توقفت الدراسة بالكلية، ومن ثم من عام 2015 إلى عام 2019 والكلية معطلة، يعني منذ ذلك الوقت، لأنه حتى لم يستطع أحد أن يدخل من الألغام التي كانت بجوار الكلية أو بداخل الكلية. كانت كلية الأدب تتمتع بانفراد مستقل، فيها من التجهيزات أشياء الكثير، فيها معامل وفيها ورش وفيها أقسام جديدة فتحت، قسم الفنون الجميلة، قسم الإعلام. تعد الواجهة الأولى للجامعة ولأي جامعة في العالم، كما أن كلية الآداب تعد المنطلق الفكري، تعد المنطلق الفكري لكل العلوم. زادت حدة التدمير من قبل ميليشيا الانقلاب في كلية الآداب بعدما خسرت سيطرتها على مبنى الجامعة الرئيسي في حبيل سلمان، فلم تدع أي شيء إلا ودمرت، أعبثت بالأصول الثابتة ونهبت التجهيزات الثمينة، حتى المباني والمرافق والمعامل والقاعات لم تسلم هي الأخرى من عبثها، وكل ما فيها أصبح في خبر كان. حجم الدمار كبير جدا، سقطت القاعات على يعني وصارت خاوية على عروشها، تكسر الزجاج، تكسرت النوافذ، تكسر البلاط، سرقت ونهبت من قبل الميليشيات كثير من الوثائق الطلابية والتعليمية والمرجعيات التي كانت والكتب التي كانت بيحتاجها الطالب، كذلك المعامل وكذلك بقية أثاث الكليات. تم النهب بشكل كامل، يعني يقول لك يعني لما دخلوا الكلية جينا افتقدنا إلى أبسط المقومات اللي كانت توجد، فما بالك بالأشياء والأجهزة الحديثة كلها نهبت بطريقة منهجة أم بطريقة عشوائية، حتى الشيء الذي لم يسرق كسر. يعني ما حدث للكلية هو كان الهدف إنهاء الكلية وإنهاء الفكر والثقافة في كلية الآداب، لأنها كانت تمثل كما قلنا سابقا الواجهة العلمية للعلوم والمعارف وللجامعة بشكل عام. سلسلة أخرى من التدمير الممنهج لهذه الكلية امتدت بنفس النهج والأسلوب بعد اندحار ميليشيا الانقلاب منها، قامت بها عناصر خارجة عن النظام والقانون
واستغلالها للوضع العام وتهيئة الظروف لتواجدها هنا، فاستكملت المهمة، والمنظور هنا يؤكد أنها فاقت الوضع السابق. مبنى كلية الأدب وبعد تحريره من الميليشيات الحوثية، إلا أنه تبقى لغمة صائغة للجماعات الخارجة عن النظام والقانون، تعرض للنهب مرارا وتكرارا. كأن التعليم هذا أصبح عدو، أصبح عدو، عدو للكل. وكل شيء يعني كان، ما كل شيء جميل موجود في كلية الآداب، المحتويات من كذا كذا تم إنهاؤه بطريقة أو بأخرى. مكتبة كلية الآداب تعد أكبر مكتبة معرفية، ليس في الجامعة وحسب، بل على مستوى المدينة، إذ تحوي مخزوناً هائلاً من الكتب والمجلدات القيمة، استغرق تجميعه 20 عاماً، فلم يسلم من النهب والسلب والبيع في الأسواق بأبخس الأثمان، ناهيك عن تعرضه للتمزيق والتلف والاحتراق بكل إسفاف. مكتبة متكاملة، كتب تجمع لها فوق 20 سنة، وكلية الآداب ترفد بكتب حديثة وحسب تطورات المناهج العلمية. فأجاوب ظرف 2 أسبوع أن هذا الموضوع كامل، أنه كل ما كان تحتوي المكتبة وكل ما كان تحتوي كلية الآداب مما فيها الكراسي لم يسلموا. بيعت الكتب التي أخذت كانت تباع الرسائل العلمية والكتب والمصادر في الشوارع، نهبت الكثير من الكتب والمصادر والمراجع والرسائل العلمية حتى وجدناها في بعض الشوارع، وهذا شيء دل على شيء، إنما يدل على مستوى الانحطاط الذي وصلت إليه من هذه الميليشيات التي لا يحكمها لا معيار أخلاقي ولا أدبي ولا ثقافي ولا علمي. حتى الكتب التي لم تسرق مزقت، عملية استعادة هذه الكتب اللي تم تجميعها قبل أكثر من 20 سنة، يعني عملية استعادة الكتب هذه أصبحت يعني وضع صعب جدا جدا إنك تستعيد الوضع الذي كنت عليه، ناهيك عن الأثاث والأجهزة. ظاهرة أخرى برزت أمامنا لأول مرة من عمليات التخريب الممارس في هذه الكلية، تمثل بتحويل ساحتها إلى مقر لإحراق الكابلات المنهوبة من أماكن متفرقة في المدينة بهدف استخراج النحاس منها. والمفارقة هنا أن هذه العملية استخدم لاستكمالها مقاعد الطلاب الخشبية لنشر الكابلات عليها، ومن ثم الكتب والمجلدات التي كانت تزخر بها مكتبة الكلية في تسهيل عملية الحرق. عامان ونصف منذ تحرير مبنى كلية الآداب من قبضة ميليشيا صالح والحوثي، ولا يزال حتى اللحظة خارج الجاهزية، كذلك طلابها لا زالوا حتى اليوم بلا هوية. صحيح عادوا لمواصلة المشوار، لكنهم موزعون على مرافق شتى في مبنى الجامعة الرئيسي بمنطقة حبيل سلمان، والكل هنا طلاب وأكاديميون يمنون النفس بلملمة الشتات وإصلاح ما أفسدته الميليشيا، أملاً بالعودة لإكمال مشوارهم التعليمي في رحاب بيتهم الأول.
لا زال إلى الآن طلاب كلية الآداب يواصلون دراستهم في المقر في عدد من الكليات في المقر الرئيسي لجامعة تعز، متنقلين في عدد من الكليات، يعني لا زالوا إلى الآن لا يستطيعون الذهاب إلى كليتهم كلية الآداب ليواصلوا التعليم. إيجاد البديل صعب، خاصة بأن كل كلية لها التزاماتها ولها قاعتها، ومن خلال ذلك تم توزيع طلبة كلية الآداب على عدة كليات في الحرم الجامعي في أبي سلمان. يعني تلاحظ بدأنا في 2016 بدأنا في كلية التربية، في كلية التربية في الحبيل، وبعدها انتقلنا إلى كلية العلوم، وما زالوا في كلية العلوم طلبة يدرسون في، وآخرين يدرسون في قاعات في مركز الحاسوب، وهنا في كلية الهندسة. يعني موزعين في عدة كليات داخل الحرم الجامعي في الحبيل. يعني في بعض الأحيان لا يحصلون طلاب بعض أقسام الكلية قاعات للدراسة، نتنقل بين قاعة وأخرى، يعني في بعض الأحيان، إلى درجة أنه بعض الطلاب أصبحوا لا يحضرون الجامعة بسبب هذا الشيء. الطالب مشتت، وكذلك الأستاذ أيضا، ما بين كلية العلوم وما بين كلية الهندسة وما بين مركز الحاسوب. ومن ثم ما قام به الأستاذ الدكتور خالد الأصابي عميد كلية العلوم، وكذلك الأستاذ الدكتور عبد الغني والدكتور محمد عبد الجليل، ما قاموا به صراحة باحتضان كلية الآداب وأبناء كلية الآداب وطلاب كلية الآداب وأساتذة كلية الآداب من قاعات، حجزنا عليهم كثيرا من وقتهم ومن وقت طلابهم، ولكن صراحة للأمانة هؤلاء قدموا خدمة إنسانية وعلمية وثقافية لهؤلاء الطلاب، لن يضيع هذا العمل هدرا. خصام لا ينتهي بين ميليشيا الإنقلاب والعملية التعليمية والثقافية في مدينة تعز، خصام أوغلت فيه العداء وأثخنت فيه التدمير، والمعروض هنا ليس نهاية ذلك المرور.